فعاليات الدورة الثانية من مهرجان أيام الرحالة تحت شعار الصورة رسالة مشاء. بقلب نابض غبطة وسرورا أحييكم جميعا تحية ود وحب، وأشد على أياديكم كما تشد يد المشاء على عصاه، ونشاطا إثر نشاط يخرج بانطباع عام، تغيير يصطبغ فيه المشي بخصوصية الفاعلين له. زيارتي فوفى في مندوبية ساحة 9 أبريل، مندوبية قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، المعرض مفتوح يومي الجمعة والسبت. جمعية الرحالة لهواة المشي بطنجة تنظم هذه الأيام الدورة الثانية من أيام الرحالة تحت شعار الصورة رسالة مشاء. الدورة الثانية تتميز في برنامجها بمجموعة من الفقرات المرتبطة بعالم الصورة. البرنامج يحتوي على ندوات، لقاءات، ورشات، عروض، معارض، أيضا هناك خرجات مشي لفائدة الأطفال، خرجة لفائدة المكفوفين وضعاف البصر، حملة طبية، حملة للتبرع. إذا البرنامج غني ومتنوع في مجموعة من الزوايا. سدادي يخامرني في هذه اللحظة بالضبط أمام هذه الوجوه الطيبة وهذه القاعة التي أرتبط معها بذكريات تمتد لأكثر من 60 سنة، ولكنني الآن أقول لا، ما زال على هذه الأرض ما يستحق الحياة. لو أن طنجة لن تنجد إلا ابن بطوطة لكفاها فخرا. كل صراحة يعني. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.